كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض النقابة عن هويتها الجديدة بلدنا بلدكم، وذلك في معرض سوق السفر العالمي والذي تجري فعالياته في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في سياق سعيها لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية. يقام معرض سوق السفر العالمي 2016 في الفترة ما بين الاثنين السابع وحتى التاسع من نوفمبر 2016 في لندن، وهو الحدث العالمي الأبرز في قطاع السفر. ويستقبل المعرض كل عام أكثر من 5000 عارض من 182 دولة ومنطقة، ويضم المعرض أكثر من 50,000 من كبار الموظفين والمحترفين في القطاع، إلى جانب وزراء الحكومات وممثلي الإعلام والصحافة العالمية الذين يزورون المعرض للالتقاء وعقد الصفقات واكتشاف آخر الآراء والتوجهات في سوق السفر الدولي. وتنتج عن المعرض الذي يعود هذا العام في دورته 37 عقود قطاع السفر التي تتجاوز قيمتها 2.5 مليار جنيه استرليني. الأشياء اللي راح نقوم فيها في المعرض هو الاتصال بالوكلاء السفريات العالمية لجعل البحرين وجهة لسياحة الأفواج السياحية من هذه المراكز. وقمنا مؤخرا في هيئة السياحة والمعارض بتعيين مكاتب تمثيلية في 7 دول في العالم، والآن بدأت هذه المكاتب تزاول أعمالها، وإن شاء الله نتأمل أن نحصل منهم على أفواج سياحية لمملكة البحرين. طبعا احنا هنا في المقام الأول للتركيز ليس فقط على السوق البريطاني، ولكن هذا معرض عالمي وفي يتواجد جميع المختصين في مجال السفر والسياحة، سواء من شركات طيران أو من اللي يعدون رحلات السياحة أو مكاتب السفريات. الحمد لله اليوم جناح مملكة البحرين في حركة كثيرة، كثير من الصفقات التجارية ما بين وكالات السفر اللي موجودة والفنادق اللي موجودة. أيضا أطلقنا مسابقة من خلال اللعبة الافتراضية في حلبة البحرين الدولية، فمجموعة من رجال الأعمال يتسابقون في اللعبة الافتراضية، وكل يوم يكون هناك تذاكر سفر وتذاكر إلى سباق الفورمولا 1 إن شاء الله في شهر أبريل. مثل ما تشوفون الكيو طويل على اللعبة الافتراضية، وهذه طبعا مثل هذه الجوائز تخلي رجال الأعمال يتوافدون إلى الجناح.